أندية جميل تحتج بالصوت المرتفع والبيانات المستمرة. كل مواطن في بلادنا وجزء من أجزاء وطن الغالي محل اهتمامي ورعايتي، ولا فرق بين مواطن واخر، ونؤكد حرصنا على التصدي لأسباب الاختلاف ودواعي الفرقة والقضاء على كل ما من شأنه تصنيف المجتمع ما يضر بالوحدة الوطنية وأبناء الوطن متساوين في الحقوق والواجبات. يا هلا فيكم من جديد. التعامل في الوسط الرياضي صعب جدا، ويقول لك اللي ما ياكل بيده ما يشبع. علشان كذا احنا تعودنا على تصريحات مسؤولي الأندية مع كل جولة، وفي كل قضية تدافع واحيانا تهاجم، وفي هذا الموسم كانت لغة البيانات طاغية على المشهد الرياضي بشكل واضح. الكلام كالدواء، إن أقللت منه نفع وإن أكثرت منه قتل. حكمة ربما أنها لم تجد لها مكان في زحمة الشعارات والأقاويل وحتى البيانات التي امتلأت بها أدراج اتحاد القدم أو الأندية. ما زلنا في منتصف الربع الأول من الموسم الرياضي، إلا ونجد أكثر من 15 بيانا مختلفا في الشكل والمضمون وحتى اللغة التي أصبحت لا تصدق. القضية التي ظلت الطريق وتصدر من خلالها الأهلي بعدد البيانات حول القميص الذي يحق لسعيد المولد ارتداءه، فثلاثة بيانات ما بين توضيح وتفنيد وملامة يرى فيها أنصار القلعة أنه حق مكتسب للدفاع عن موقفهم. قابلها بيان اتحادي يشرح فيه عدم إرسال البطاقة الدولية التي تسمح للمولد أن تطأ قدماه المعشب الأخضر ليكون اتحاد القدم مشاركا في حرب البيانات من خلال بيانان، أحدهم وصل حد الخصومة المعلنة مع الأهلي الذي أوصل شكواه لأعلى سلطة رياضية ورفعوا شعارات أن لا مصالحة مع أي طرف. الأهلي والنصر وقبل موقعتهم الأخيرة دخلوا دائرة البيانات حول مقاعد البدلاء ونسبة جماهيرهم، فالنصر طالب بتطبيق لوائح الاتحاد الآسيوي في مقاعد البدلاء ليرد الأهلي بأن تطبيق اللوائح يجب أن لا يتجزأ، وأطلق هذه الشرارة الشباب ببحثه عن حقه الضائع في لقائه أمام النصر في الكأس في ظل صمت اتحاد القدم والاكتفاء بموقف المتفرج. الخليج والفتح ثلاثة نقاط كانت كفيلة بإصدار ثلاثة بيانات. للخليج بيانان، الأول يشرح فيه عدم قانونية مشاركة لاعب الفتح علي البليهي وطالب بأن تكون النقاط لمصلحته، وكان له ما أراد بقبول اعتراضه، ليرد الفتح بأن الأمور لم تنتهي وأنها البداية فقط، وتعود النقاط مجددا له بقرار لجنة الاستئناف الذي أجبر الخليج على إصدار بيان جديد بغرابة الموضوع برمته. الهلال الأوحد ببيان وحيد كان موجها للاتحاد الآسيوي حول حكم مواجهتهم مع الأخوية القطرية. الأهلي أصدر أولى البيانات اعتراضا على التحكيم بلهجة قوية، ليرد مدير دائرة التحكيم هوارد ويب أن المرداسي أفضل الحكام المحليين، ليكون الخليج المنفرد ببيان مختلف شكلا ومضمونا ردا على الهتافات التي كانت من جماهير الرائد. زحمة البيانات، هل هي بحث عن حق أو توجيه رسالة، أم أنها لغة خذوهم بالصوت؟ أبو أحمد، يعني تونا منقول بسم الله بدينا هالموسم عندنا أكثر من 15 بيان.
طيب انا بس برجع للكلمه اللي قلتها انه احنا نمتاز باننا الاكثر ضجيج. أيه. الوسط الكروي السعودي ضجيج ومستمر جدا. يعني تخيل انه مثلا لا الاعلامي ولا الاداري ولا الكل يرفع صوت يعتقد انه المساله ترتبط ايش برفع هذا الصوت وانه الحق يؤخذ دائما برفع الصوت. قد نجد لهم العذر اذا كان الاتحاد السعودي لكره القدم يعني لوائح والأشياء غير واضحة أو مطاطة أو أنها تستحمل كل شيء، لكن أنا دائما لي حقوق ومن حق النادي أنه يرفع شكوى ويتقدم بشكوى أو يبدي امتعاضه من شيء من خلال تصريح أو من خلال حتى بيان. لكن احنا تعودنا أنه لو يعني أنك تختلف على شيء بسيط مع نادي آخر أو غيره أنك تسوي بيان أو تحتاج أو أن يكون عندك أنت قاعدة إعلاميين تستخدمهم من خلال الصحافة من خلال الإذاعة من خلال التلفزيون تستخدمهم للضغط أو على ما قلت أنت رفع الصوت أنه لا بد أنه يعني تخيل إحنا عندنا قضايا حتى لم نفهمها أبدا في هذا الوسط من كثر البيانات ومن كثر تخيل خلينا أقول لك قضية المولد يعني أنا يعني لست وحدي حتى زملاء آخرين يريد أن يفهم هذه القضية. الاتحاد يعطي معلومات مختلفة جدا، الأهلي يعطي معلومات مختلفة جدا، اللاعب يوم قابله معه أعطى لجنة الاحتراف وعبر الرئيس عبد البرقان أنا شفته بالتلفزيون كانت المعلومات مختلفة. يعني تخيل إحنا ما نجد وين الرأي الصحيح وعلى هالأساس زادت ضجتنا أصبح ضجيجنا أكبر وشكوانا دائما مرتفعة وعلى هالأساس لم نتعلم أنه ندير أمورنا دائما بالتفاهم بالقدرة على الوصول إلى الحل الأمثل. يعني حتى أنا أتوقع حتى أنه عقود اللاعبين وما يشملها تبي تصدر بيانات أنه ترى عرضنا عليه وأنه رفض وأنه إحنا مستمر يعني حتى الأشياء اللي تكون داخلية للنادي وتخص النادي سيصدر فيها بيانات. أتمنى أنه نتخلى من يعني من هذا يعني نترك هذا الضجيج إذا أحسننا في الأول صياغة لوائحنا وقراراتنا وقدرتنا على قراءة أحداثنا بشكل جيد والأهم من هذا كله السيطرة عليها إصدار القرارات اللازمة ولا نستمع لأحد نصدر القرارات الصح. لكن ما زلنا مترددين في أمور كثيرة ما زلنا تخيل الفتح والرائد بالمطلق أنه ثلاث أنه الفتح والخليج ثلاث نقاط بالمطلق بالإجماع لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف بالإجماع رفض. مو هي بس هالقضيه يعني قضايا كثيره تخيل احنا عندنا يا صح يا غلط هذه مشكلة. انا لو اجلس اعد لك الحين ابو احمد ترى جلسنا الى اذان الفجر وحنا نتكلم بهالبيانات إيه؟ اكيد يا عبد الله لكن هذه مشكلتنا لانه لوائحنا غير واضحه من هو الشخص المخول احيانا حتى تجد الصوت الصادر من اتحاد كره القدم ومعليش يعذروني الزملاء هناك انه تجد ما في ذيك البيانات المعلومات الواضحه اللي انت تستطيع انك تستقي عليه او تعتمد عليه ولهذا للاسف يعني تكون حرب البيانات مستمره حتى يرحم الله هذه الكرة. طيب خليني أسمع رأيك حسن في هالموضوع. يعني كل هالبيانات والغريب أنه ما شفنا أي رد على أي بيان صادر من الأندية لاتحاد كرة القدم أو العكس. طيب خليني أنا أبدأ من النقطة الأخيرة اللي ذكرها أبو أحمد اللي هي نقطة غياب اللوائح والنظام وخليني أفصل لك في هذا الموضوع بشكل بسيط. الكلام اللي قاله أبو أحمد كلام جميل جدا. غياب يعني وجود الفوضى يكثر الفوضويون طبيعي في الاتحاد السعودي لكرة القدم. في موضوع سعيد المولد بدك اياه باختصار. سعيد المولد الاتحاد الاستاذ عبد الله البرقان او الدكتور عبد الله البرقان يقول انه لاعب يا الاتحاد يا يجلس ببيته مع انه لائحه في نظام الاحتراف اللائحه 31 في نظام الاحتراف انه يحق للاعب فسخ عقده دون سبب مشروط دون سبب يعني يحق له فسخ عقده دون سبب. هذه لائحه تطبق على سعيد المولد انت فسخت عقدك دون سبب عاقبه لكن لا خذها عناد يحق له انه يبقى ببيته يروح نادي الاتحاد. لاجل ذلك الاهلي صدروا بيان يوضح للناس معلومه اللي بذكرها الدكتور عبد البرقان معلومه خاطئه. انا كيف اوصلها للناس؟ ما اقدر اوصلها للجمهور لانه بياخذوا كلام الرئيس اللجنه خلاص ياخذوه كمسلمات. انا كيف اعدل هذه المعلومه؟ لازم اصدر بيان عشان اوضح الناس انه هذه المعلومه خاطئه. الامر الاخر الاتحاد السعودي لكره القدم هو مو قادر يعدل لائحه للمنتخب. يعني شاهدنا قبل اسبوعين او قبل شهرين من الان انه الخلاف اللي بين الاستاذ زكي الصالح والاستاذ عدنان المعيبد على انه والله ما في لائحه للمنتخب. هذا يقول له في لائحه انت ما قريتها وهذا يقول له ما عندي لائحه. المنتخب نفسه اللي هو زي ما يقول يعني الواجهه الحقيقيه للكره السعوديه المنتخب السعودي ما عنده لائحه داخليه للعيبته تنظم دخول وخروج اللاعبين وعقوباتهم ما في. اذا لا تشرح على البقيه الامور الاخرى اللي ذكرتها بيان نادي النصر والاهلي على المقاعد. تخيل في الاهلي الزموا الاهلي انه المباراه الجايه المقاعد تكون انت يمين المدرج او يسار المدرج حسب اللائحه.
المباراة اللي بعدها مباراة النصر طالب الشباب قالوا لا ما في خلاص بطلنا قفلنا الدكان ما في يعني كل واحد يروح المحل اللي يبغاه. يعني أوريك الفوضى لحد فين حاصلة في الاتحاد السعودي. بالتالي أنه كل اللي حاصل من بيانات هي من حق الجمهور أنه يعرف، لأنه أنت ما تعرف النادي إيش الضغوط اللي تعرض لها رئيس النادي والمسؤول في النادي من جماهيره يقابلوه في كل مكان في تويتر في النادي في المواقع. وضح وضح ليه كذا، فيضطر إنه يوضح يصدر بيان عشان يوضح لهم الصورة، يوضح لجماهيره، يوضح للرأي العام، يوضح للإعلام، لأنه أحيانا تكون معلومة مغيبة أو معلومة حرص أحد إنه يغيبها. أديك بس آخر نقطة للفوضى اللي حصلت في الاتحاد السعودي، ولما تقول لي صدر بيان الأستاذ عدنان المعيبت رجل أقدره وأحترمه رجل فاضل، قبل موضوع سعيد المولد بأسبوعين قبل ما يصدر الفيفا نظام حكمه ان اللاعب حقه الانتقال للبرتغال، طلع الزميل او الاستاذ عدنان المعيبت في احد برامج التلفزيونيه وقال الفيفا ارسلت خطاب انه ممنوع سعيد المولد ينتقل انه يعود نادي الاتحاد. تخيل بعد اسبوعين اصدر الفيفا قرار بانتقال اللاعب. سالوه قال والله معلش انا بنيت على معلومه قديمه ومعلومه مدري ايش وكان خلط علي الامر. تخيل اذا كان ذا المتحدث عرفني بالاتحاد السعودي لكره القدم يدي الجمهور معلومه خاطئه. اذا انا من حقي كنادي اني اوضح للناس هذا الرجل مو قادر يقوم بعمله، انا اقوم بعمله، انا اوضح للناس انه الاليه كذا وكذا وكذا. بالتالي البيانات الصادره من الفتح ومن الخليج ومن القادسيه ومن الشباب ومن الاهلي والنصر اعتقد انها بيانات مستحقه لسد بعض الخلل الحاصل في الاتحاد السعودي. لو كانت اللوائح في الاتحاد السعودي واضحة صحيح. وصارمة ومستدامة مستمرة في فترة طويلة، والله المشجع اللي في أقصى جنوب المملكة وفي أقصى جنوب المملكة وشمالها يعرف أنه اليوم لو اللاعب ذا عمل كذا يعرف أنه هذه عقوبته. كلام سليم 100% عقوبته كذا وكذا وكذا، لكن اللوائح غائبة، العقوبات متفاوتة بين نادي صحيح. وآخر وبين لاعب وآخر، وبالتالي الأندية تحتاج أو تضطر أن توضح من خلال البيانات.